وفيه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. فالواجب على المسلم المبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن لا يقدر عليها، وأن يحال بينه وبينها إما بمرض أو موت، أو بأن يدركه بعض هذه الآيات التي لا يقبل معها عمل. ومتى حيل بين الإنسان والعمل، متى حيل بين الإنسان والعمل لم يبقى إلا الحسرة والأسف والندم وتمني الرجوع إلى حالة يتمكن فيها من العمل، فلا تنفعه حينئذ الأماني. قال الله جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فعلى المسلم اغتنام ما بقي من عمره. قال بعضهم: اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة. كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلته.